السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ناخذ فاصل معنا أبو عبد الله ثم نعود عليه. أبو أحمد حبيبي الله يحفظك. الله يكرمك. الله يسلمك. الله يحفظك. ماجور السلام. الله يحييك. كيف الحال؟ السلام. الله يبارك. السلام عليكم. الله يرفع قدرك. عساكم طيبين. تفضل ارحب. وشلونكم يا أخي؟ المطر بس ترى عفش هناك بدك ناخذه. بنطله. يلا حي. بسم الله. يلا هبقوا. كيف الحال؟ عساكم طيبين. رحب المطر. والله بديتوا ما شاء الله عليكم. والله مفروض انكم تنتظرون وتعرفون جايكم. يقول لك متاخر متاخر ما ابطا. الله الله. ومن مثل حق عبد الله وسالم يقول لك السيل لا منه ابطا. يا مطول الغيبات. الغنائم هذه من الامثله ترى. انا والله اني المفروض اني انفعل عليكم وازعل عليكم واصيح عليكم. يا عيون انت في جده والبحر. من باب النصيحه. انت في جده والبحر قريب. احنا يا ابو عبد الله نتكلم عن الغضب. ايوه. وانت جيت بالانفعال. لا ما انفعلت انا. قلت المفروض. المفروض اني اهد عليكم ويعني تعرفون تقولون رجال بيجي ودنا ننتظر شوي. ابو عبد الله اقول يا رب انفعالاتك ويا زينها ويا زين ضحكك ويا زين الله يديم الله يبعد عنك الحزن. جزاك الله خير. ويا زين حزنك. جزاك. ويا زين وجودك ويا زين خروجك كل شيء. اي أيوة ما شاء الله تبارك. كيف حال الحمد لله. نورت الله. صحتك طيب؟ اقهويك بعد درس. لا ما دام القهوه عندي الظاهر. لا بقهويك. بسم الله. اللهم صل على محمد.